صباح الخير. هنتكلم باختصار في الفصل العاشر عن أساليب تقييم الشركات لأغراض البيع والاندماج وتوسيع قاعدة الملكية. أساليب تقييم الشركات لهذه الأغراض، في عندي نوعين اتنين من الأساليب: أساليب التقييم القائمة على تقييم الأصول، وبتنقسم إلى نوعين: أساليب تقييم الأصول الملموسة كالأراضي والمباني، أساليب تقييم الأصول غير الملموسة كالشهرة وحق الامتياز. أساليب التقييم القائمة على التدفقات النقدية والأرباح، وتعتمد هذه الأساليب على استخدام الدخل كأداة لقياس قيمة الشركة. في الحقيقة مصر لجأت إلى تقييم شركات قطاع الأعمال العام عندما أعلنت برنامجها الإصلاحي المعروف باسم الخصخصة في يناير عام 1993. أساليب التقييم القائمة على الأصول أيضا بنقيم فيها الأصول الملموسة والأصول غير الملموسة، وفيها عندي 3 طرق شائعة، وهي أسلوب التقييم على أساس التكلفة التاريخية، أسلوب التقييم على أساس التكلفة التاريخية المعتلة، والتقييم على أساس التكلفة الاستبدادية. هناك مجموعة من أساليب التقييم المعتمدة على التدفقات النقدية والأرباح، وبيتم تحديد قيمة الشركة من خلال الإيرادات اللي بتحققها، على أساس إن المستثمر بيتطلع دايما إلى توزيعات العائد من خلال استثمار أمواله في هذه الشركة. بتسعى الحكومة إلى تقييم شركاتها أيضا وفقا لهذا الاتجاه من خلال مجموعة من الأساليب، منها أساليب التدفقات النقدية المخصومة، وأيضا أسلوب رأسمالة صافي الأرباح، وأسلوب رأسمالة التوزيعات، وأسلوب مضاعف ربحية السهم.